فيما يتعلق بكلمة جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، حقيقة كلمة جلالته أكدت العلاقة التاريخية المتينة بين نيجيريا ودولة المغرب العربي، تلكم العلاقة التي أثمرت عن ذلك المشروع العملاق، ذلك المشروع الذي نتوقع في القريب العاجل أن يثمر على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وأن يؤكد أكثر العلاقة المتينة بين الدولتين الشقيقتين. خطاب جلالة الملك هنا وهو يتحدث على علاقة بين نيجيريا وهذا المغرب بخصوص أنبوب الغازية والطاقة الغازية، وإذا تم هذه المشروع كما يبدو لي إن شاء الله سوف نستفيد نانو نيجيريا، نستفيد مادية وروحية وتعاملية كما تستفيد الدولة المغربية، لأن الشراكة تثمر وتفيد الأجيال حاليا ومستقبلا، ونود أن تستمر هذه العلاقة مستقبلا إن شاء الله. يفيدنا تناوله في الخطاب الرسمي. إيه إن شاء الله. فالرئيس تناول هذا، الملك تناول هذا الخطاب، ثم يعني أفادنا أن هذا المشروع سوف تتم إن شاء الله، وإذا تمت هذه المشاريع تستفيد المغرب أكثر منه كما تستفيد نيجيريا بالتبادل، لأن الاتحاد بين الأقطار تفيد الأقطار أكثر، لأننا وفي الفرقة عذاب وفي الاتحاد الخير، وأتمنى ألا تكون هذه الشراكة تنتهي، بل تكون هناك الأشياء أكثر إفادة من هذا يعني طاقة الغازية، ولو كان بترول تزيد على ذلك، لا تقتصر على الأنبوب الغازية فقط، بعد هذا سوف يليه يعني العلاقة، ويتم اتفاقية حول يعني تزويد البترول بين الدولتين وسائر الأشياء إن شاء الله.